السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، هذا البرنامج برنامج أسمرة تايمز في حلقة جديدة متجددة نلتقي فيها على قناة الحوش والفضائية وكذلك الآن ميديا في اليوتيوب مع الأستاذ صلاح أبو راي الناشط أو الكاتب السياسي، الكاتب والسياسي الإريتري المقيم في لندن. وسنتناول في حلقتنا هذه التطورات الحالية أو الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، خاصة بعد الحرب الأخيرة في تيغراي والتي لا زالت روحها وتمتد إلى أقاليم أخرى في داخل إثيوبيا. وعبرها سنتطرق إلى ملفات أخرى نتناول فيها أيضا حال المعارضة الإريترية ومع الأستاذ صلاح أبو الراي. وأهلا بك أستاذ صلاح أبو الراي. أحييك الأخ العزيز يوسف بوليسي، وأحيي قناة حوش الفضائية، وأحيي المشاهدين في إريتريا وفي جميع أنحاء العالم. سعيد بلقائي معك. أهلا بك أستاذ صالح براي، أتابعك عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي وأرى أنك شرسا وعنيدا في نقدك للمعارضة الإريترية، ما مرد ذلك أستاذ صالح براي؟ شكرا جزيلا أخي يوسف. أنا طبعا حقيقة لا أشبه ما عندما أتناقش ما أشبه طبيعتي، ولكن دائما القناعة تغلبني، قناعتي الذهنية تغلبني، وما أقدر أزاوج بين قناعتي الواضحة إذا اتضحت لي وإذا والقضايا الثانية. ولذلك وبنفس القدر بتاعة الوضوح اللي عندي في ذهني، إذا ما اتضحت لي صورة مناقضة ونقد هادف سرعان ما أتراجع، وهذا طبيعتي حقيقة يعني، وأتراجع وأعتذر وأكتب وأقول يعني. ولذلك المعارضة الإريترية، يعني إذا دخلنا في الأمور، المعارضة طبعا المعارضة أستاذ يوسف كما هو معلوم للجميع، ونحن من نقول هذا الكلام بنعتقد نمتلك قدر من التعليم ونمتلك قدر من التجربة السياسية، ولذلك قد نسهم لإنارة شعبنا فيما ينبغي أن يكون وما لا يكون. لا نخون هذا الشعب، يجب أن نقول الحقيقة كما نراها نحن، والآخرون كمان من حقهم أن ينتقدوا ويصوبوا الآراء لحد ما تمشي الأمور بطريقة سليمة. بالضبط. المعارضة في وضع لا تحصد عليه إن وجدت غير الاسم. وأنا دائما أكرر إنه ما في معارضة إريترية، في أسماء إريترية تدعي نفسها معارضة. ونخش ممكن بعدين في مداولات الحديث نعرج على هذا الأمور. يا فلنبدأ بهذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها. والله يا تمام، هي المعارضة يا أستاذ يوسف من حيث المبدأ، المعارضة هي تمتلك الأخلاقية العليا في إنها أحسن من النظام السياسي القائم، عند المورال جراوند، يعني عندها رؤية أحسن وأميل وأفيد للشعب الإريتري ولإريتريا، حتى بالمزايدات، حتى إذا ما عندها رأي واضح لازم تزايد على إنها أكثر حرصا على البلد وأكثر حرصا على الدولة وأكثر حرصا على الشعب وعلى وحدته وعلى كل هذه الأشياء. ولذلك هي بتمتلك من هذا الطرح بتمتلك أخلاقية في إن هي تقول هذا النظام نظام سيء، وأنا أسعى لتبديله بنظام أفضل، وأنا أفضل للنظام وللشعب الإريتري والدولة الإريترية. المعارضة الإريترية، إذا كان تعريفنا هذا دقيق، إن المعارضة الإريترية تمتلك طرح أفضل وأحسن للبلد من النظام الإريتري، فإذا كان هذه ننطلق من هذا المقاربة الصغيرة، نقدر نقول إن المعارضة الإريترية في وضع سياسي سيء، وفي موضع معظمها عشان ما نعمم، معظمها وما أقول كمان القلة أو البعض، معظمها في موضع سياسي سيء، بل
أقول وبكل وضوح النظام السياسي الإريتري في هذه المعارك، وأنا أكرر كلام ده قلته مع الأستاذ حنان مران قبل فترة، في هذه الحرب النظام السياسي الإريتري الموقف الوطني للنظام الإريتري أفضل بكثير جدا جدا من كثير من المعارضة الإريترية في هذه الحرب. يجب أن تكون مسألة واضحة، بلد مهددة. لا، من كنا زمان نكتب قبل 10 سنوات ونقول ويانا تستهدف إريتريا ووحدتها وهكذا تقول أوراقها السرية وهكذا تقول سياساتها وهكذا تقول قياداتها، الناس كنا نقول ما يصدقونا قاعدين، أو يعني كنا نفعب أنه نوضح أن أخواننا أنه ويانا ده خطير علينا. ولكن بعد ما اتضحت الصورة أيضا والناس عرفوا الآن بوضوح بأن البلد مستهدفة، مع هذا كله المعارضة الإريترية، كثيرين من المعارضة الإريترية موقفهم أقولها بوضوح ضد الوطن. لماذا يا أخي يوسف؟ ما في معارضة في الدنيا، ما في إنسان في الدنيا مجرد ما تبدأ الطلقة الأولى الموقف يتضح. أنت تعارض من أجل أن تصلح نظام سياسي سيء فاسد مجرم، تسميه وما تسميه، نحن بنناضل من أجل أن نكون أحسن من النظام ده للشعب الإريتري. عندما تنطلق الطلقة الأولى وتبدأ الحرب، ما في معارضة في الدنيا توقف ضد شعبها، توقف مباشرة مع الجند الإريتري مهما تكون عندك مواقف سياسية، لأنه أي كلمة تقولها على النظام الإريتري أثناء الحرب أنت بتمثل ديجيتال وياني، بتمثل تجرام ميديا هاوس، بتمثل أثنى، بتمثل أحد أعلام وأذرع العدو في ضربك لوطنك، ولذلك أنت معركتك معركة مع الآخرين ضد الوطن. المسألة يجب أن تكون أخلاقية وواضحة، ما تحتاج إلى مدارات. بدأت الحرب، ما في طرف ثالث، ما في خيار ثالث، إما توقف مع بلدك حلب فيها نفرين، إما توقف مع بلدك ومع جنودك ومع جيشك الوطني، إما توقف أي موقف تقوله أثناء الحرب على النظام يعتبر أن أنت واقف مع العدو ضد بلدك، ما في خيار ثالث. طبعا وهذا هو الموقف، ولذلك أنا أكثر من أنه أقول أنه من هم يعني مواقفهم الوطنية سيئة، مشكلة عندهم مشكلة تنظير يا أخي يوسف، يعني ما دار أقول غباء وما دار أقول عدم وعي، تنظير وجدل فكري في غرفة مغلقة مع قيادات الإنسان ويشوف الأبعاد أين يجب أن أقف. لا يمكن أنت أثناء الحرب تنتقد الويانة وتنتقد النظام، طيب كأنه الشأن ما يعني، أنا لا يعنينا هذا ولا يعنينا هذا، هذا سيء وهذا سيء. ما ليس وقت الحرب، للحرب أخلاقياتها وللسياس أخلاقياته وموقفه. إذا قلت كده حأوقف وين؟ إذا ما أوقف كده حأقول إيش؟ ولذا والحرب إيش مشروعة؟ والحرب مقدسة. هذه الحرب ما حرب أسياس أو عامل النظام الإريتري أو مش عارف شنو، والله عن جهية أسياس والكلام، مهما خالفنا وعارضنا يجب أن نتحلى بشجاعة أن نقول إن إريتريا مهددة. هذه الجيوش التي كنا نراها تستعرض في استاد مكالي وال240,000 جندي والأسلحة الاستراتيجية وهذا الخطاب السياسي وهذا التقسيم بين شعبنا وفي معارضتنا وضعافها وضعاف البلد، كل هدفها كان ابتلاع إريتريا وتمزيقها. هل عندك تجاه هذا الموقف موقف وطني؟ نعم، هذه المعركة هي معركة إريترية من الدرجة الأولى، أعدت لها النظام الإريتري، عد لها إعداد جيد، ومع الأستاذ صلاح في هذا البرنامج أزمر تايمس الله يذكره بالخير كنت أقول يعني 34 دورة اتخرجت من ساوة وعدت تأهيل صحيح، وبلد محاصرة اقتصاديا، محاصرة سياسيا، ممنوعة تستورد سلاح بحكم مجلس الأمن الدولي الباور امبيرغو، وضبطت أسلحة كثيرة جدا من البحر الأحمر وتم مصادرتها وهي ماشية إلى إريتريا. ومع هذا الحصار ومع هذا الاقتصاد ومع هذه الإمكانيات الشحيحة، وبالمقابل بلدك محتلة وأنت يمنعوك تتسلح، والآخر يجند ويكدس الأسلحة الاستراتيجية ويجند ويستعرض والعالم كله واقف معاه، كون تهزمه، هذا أنا قلت موقف سياسي محسو، وهذا يوم وطني
تحرير استقلال تام لإريتريا وموقف وطني محسوب للنظام الإريتري مهما اختلفنا معه. نعم نعم. طبعا تعقيبا على كلامك، يعني طبعا الخلاف الحصل واللي هو انه بيوحي بانه هو خلاف حول الحرب، او لا يعني تأييد طرف على طرف في الحرب الاخيره في تيغراي، ولكن هنالك يبدو هنالك اسباب اخرى تتعلق، لانه لا يعقل ان يكون هنالك تنظيما سياسيا معارضا لنظام ما في بلد، وفي نفس الوقت يعني يكون عنده الحياد من مسألة تتعلق بسلامة وسيادة وطن وأرض يعني. فبالتالي يعني هل تفتكر هنالك أشياء أخرى غير لأنه أنا ده ما منطقي بالنسبة لي يعني. ده جانب يعني، ده سؤال ممكن يعني تجاوب عليه. الجانب الثاني هو تعقيب برضو، يعني المادة 51 من البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة تسمح للدولة إريتريا باتخاذ إجراءات وقائية إذا كان شافت إنه في خطورة على بلدها نتيجة للقرار اللي هو طلع، واللي هو قرار مفوضية الأمم المتحدة، قرار مفوضية الحدود، واللي هو كان ملزم ونهائي ولم تلتزم به إثيوبيا أيام ويان، ولا حتى مجيء السيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. فبالتالي يتضح هنالك إنه إريتريا عندها الحق في إنه تدخل حتى في هذه الحرب وتقضى على الويانة أو تضرب الويانة وتعمل ضربة استباقية أو وقائية، مع إنه الحدث هو ما هيك. والكلمة متروكة لك أستاذ أحمد. والله يا أستاذ يوسف طبعا استجليتها تمام جدا. يعني أول زي ما قلت المشكلة في المعارضة الإريترية، يعني إذا نشوفها بإيجابية، وعلينا نشوف بالإيجابية المسألة، ما دايرين نهاجم أخوة وناس على الأقل بتعتقد أن هي على الأقل في الموقف الصحيح من النظام الإريتري. ولكن أنا بعتقد ما دار حاكم نياتهم ووطنيتهم وكذا، ولكن أقول عندهم مشكلة فهم، عندهم مشكلة تنظير، عندهم مشكلة فكر، عندهم مشكلة فهم، وعندهم مشكلة شجاعة. قيادي سياسي لمن يقول أنه أنا أقف في هذا الحرب مع النظام الإريتري يعتقد نفسه ارتكب جرم، لأنه في عقله الوضوح في عقله بأنه هذا الحرب عنده أولوية على النظام، حتى إذا اقتنع لا يمتلك الشجاعة إرادة المعرفة. المعرفة نفسه ما تدفعه، إرادة المعرفة إنه هذه المسألة لا تقارن مع النظام الدكتاتوري في إريتريا. النظام الدكتاتوري في إريتريا زايل، هذا وطن ماشي. وبعدين الناس ما قاعد يدعوا وما قاعد يقولوا، والله هذا طبعا جانب. هو لذلك أنا بعزو إشكالية المعارضة الإريترية بأنه أعتقد يعني أول في ناس شاخت ما تقدر تفكر، مواقفها انطباعية ما فكرية، قدر ما تناقش معاهم تلقى هو تلقى دائما تلقاه في المربع الأول، حتى ما يتعاطى الفهم بأنه يدخل في ثنايا النقاشات والاستنتاجات. هذا قضية. والقضية الثانية زي ما قلتها، حتى إذا كانت المادة 51 للميثاق الأمم المتحدة يا أستاذ يوسف إنه ما تسمح، أنا ما بعرف طبعا، لكن شكرا جزيلا، يعني إنسان يعد لك قنبلة نووية ويجهزها ويقول لك أنا حدمرك وحأشيلك وحأبيدك وحأقسمك وتقسم شعبك، في بيتك مقسم، في تنظيمك مقسم، مع أخوانك مقسم، الشعب الإريتري يعني، ويقول لك أنا قاعد أعد ويستعرض وعامل عليك كل حسار الدنيا، وأباد قبل كده شعبه عنده تجربة كويسة، يعني أبقى فرتك سومال وعمل، يعني عمل ما يعمله الإبليس في السنون. مع هذا لا يمكن إنسان عاقل يقول إنه هذا الحرب زي ما يقول لنا الأخوة حرب عبثية ليست لا ناقة ولا جمل وما أعرف شنو. طبعا نشوف خفة في التفكير السليم، هذا الإعداد لإزالتك. إذا ضحب هذه الكلمة هذا الكلام، المسألة كلها تنتهي وتقبل لنقاشات ثانية.
ما قاعد تقولوه تصورات خاطئة زي قال لك أول مسألة ما فيها خطر. سؤال واحد هو هل إريتريا كانت معرضة لخطر من الميزان أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا كانت الإجابة نعم يجب أن تقف، أين يجب أن تعرف؟ أيوة. فأحد المحاور أخوة يقول لي أنه أنت حاصرنا يا صلاح بين أنه نوقف إما مع النظام إما مع وياني. قلت له أبوس يدك، أبوس يدك، قلت له أديني الخيار الثالث، نعمل شنو يعني؟ زي الأمين العام مجلس الأمم المتحدة نوقف بعيد ونقول والله الحرب سيئة والدماء والله لا اسمه، ويجب أن لا نقف مع النظام هنا والنظام هناك. أنا هذا وطني، هذا وطنك أنت، حتى إذا خاطي توقف معه هناك أنت في قضية عادلة. فأنا أشوف بهذه الطريقة أستاذ يوسف. صح. يعني في نفس الإطار ده، يعني إذا كان الواحد حيتكلم عن المعارضة الإريترية طبعا الفهم الخاطئ موجود، ويعني دائما تكرار الأخطاء. يعني في الأول الأخيرة هناك تحركات من بعض دول الجوار الإقليمي لاستقطاب المعارضة الإريترية، وفتحت بعض المنابر الإعلامية، وواضح إنه هنالك استعداد أيضا من قبل هذه المعارضة الإريترية إنه تكون تقبل دور المتلقي تعليمات من دوائر أو أجهزة استخبارات. يا أنت تكون تابعت الأشياء هذه أستاذ صلاح، ويا ريت يعني نسلط الضوء. هي يا أستاذ يوسف، أنا كان عندي ندوة قبل شهرين تقريبا، وكنت قلت يا أخي ما في حاجة اسمها معارضة إريترية، ما في واحد يجيب عجلة ويكتب فيها عربية، لأنه سموها عربية هي عربية، سموها معارضة هي معارضة. الدولة اللي تسمى نفسها جمهورية كبد ديمقراطية أكثر دولة ديكتاتورية. الناس هذا اللي يسموه للناس اللي ما تعرف، ما ممكن أنت ما عندك معايير. معارضة إريترية تعمل تعارض النظام وتعارض سياساته، وتمتلك أرضية أخلاقية عليا غير الشتايم والمدري إيش والنواقص والكلام ده ما موجودة. واحد قيادي قبل الأسبوع الفات كان عامل ندوة في البلتوك، ويقول له واحد يا أخي لازم نوقف مع وياني ولازم نقلب النظام مع وياني، لأنه نحن 30 سنة ما قدر نعمل حاجة. إيش عملنا 30 سنة؟ يقول له إحنا ما نقدر نعمل حاجة. فأنا هو دائما في اتصال يعني، فكنت أقول له يعني أنت هو قلتها بنفسك ما في معارضة إريترية 30 سنة، أنت إيش عملتها؟ الله يرحمه دبساي كان يقول يعني كوباية ما كسرت معارضة 20 سنة يعني 30 سنة يعني ناهيك أنه تقلب نظام. ما في حاجة اسمها معارضة إريترية يا أستاذ يوسف. فأسماء ترفض الوضع الواقع الحال في إريتريا زيك زي أي إنسان، جمعية مدنية حقوقية في غواتيمالا ولا في هندوراس ولا في باكستان ولا في إريتريا، ترفض نظام قهري ديكتاتوري يزج بأبنائه، يعيش أبنائه في معسكرات، يهجر أبناء البلد. ترفض الحالة كضمير إنساني موجود المعارضة. المعارضة الإريترية، السودان، الحكومة السودانية السابقة عندما طلبت منهم قدر من الجنود، وكان يسلحوا وكان يدربوهم وكان يعلموهم في المعسكرات، وكان بالواضح يعني وكل مكتب سيارة وعندهم رواتب وعندهم اسمنو، لما اتضحت لهم بعد سنة ادوهم فرصة بان يجيبوا لهم على الأقل يساعدوهم انه يخشوا بقى. ما أغرب يعني، قالوا انتم شنو انتم يعني؟ يا تقعدوا في البلد دي خلاص كأخوة، يا تهجروا البلد دي. أنا ممكن عشانكم عارض نظام سياسي في إريتريا على الأقل عمركم رقم أنتم دايرة يجيب لنا كده مساعدكم. نحن ما في، مش خاينين، هم ما في مقدرة، ما في خطاب، ما في سياسة، ما في. أستاذ يوسف الذين يقودون ما أعرف أنا هذا السؤال بالناس مهم يعني. أنا حأقول الناس اللي قاعد يقود تنظيمات سياسية، أنت جابوا كيف قيادي ورئيس بتاعت منظمات مش عارف اختارت على اساس معايير شنو يعني؟ ورداء افضل اللي عندنا. فاذا كانت الامور بهذا الطريقه، الذين لا يعرفون المعارضه الإريترية اخ يوسف يعتقدوا اثيوبيا ما قدرت تعمل حاجه. انتم الضعيفين، يقول لهم وياني، رغم انه كلام يعني يقصد منه طبعا ما ايده، ولكن انه ما كانت تقدر تعمل حاجه. طب ما في معارضة إريترية؟ الذي يعرف المعارضة الإريترية لا يمكن أن يتعامل معها على أساس أنه تقدر تقدم حاجة في إريترية. وفي الوضع الحالي بالذات الآن دفنت نفسها بنفسها، مهما تعارض الآن بعد الخطابات يقول لك الآن نرفض، واحد تقول له يا أخي جيتها تشورة ده قال أنا أمشي أسمر دار أمسك أسمرها
ما بالك يا سيادة الرئيس بتاع التنظيم يقول لك لا كلام مرفوض مرفوض لا ما في ما خلاص ده حدك ما تقول نحن نضربه ونتفضله وهذا كذاب إجرامي هذا وطن نحن ما نفوت عليها شنو مرفوض فمهما تكن المنابر يا أستاذ يوسف المعارضة الأرترية يجب أن يعرف الذي يريد أن يناضل البحث في الموقع السليم والموقع الصح أنا حتى الآن ما بعرف لكن على الأقل فرزت الآن الساحة الذي يعارض والوطن أكثر من المعارضة أول وطني ثم بعدين المعارضة السليمة يجب أن تكون في الموقع السليم وتعارض بطريقة سليمة نظام سياسي وليس بلد. نعم. طب شكرا يبدو لي واللي هي ده الواقع اللي انت شرحته حال المعارضه الارثيه واللي هي يعني افضل يعني الواحد يعتبرها هي معدومه بدل ما انه يقول هي اصلا موجوده ما موجوده لانه بشكل عملي ما موجوده ولا عندها فعاليه وده الواحد خلال السنوات العشر الماضيه بالذات انا بشكل شخصي يعني ده ما شاهدت يعني ما في فعاليه في مؤتمرات في فعاليات لكن في النهايه كانت ترتب من مغلى خطوط عريضه تقدم من مغلى والناس تحاول تترجمها هنا دي وللاسف الشديد ان احنا كنا احد منفذي هذه الجريمه اللي ارتكبت في حق شعبنا حقيقه يعني والواحد يعني مطلوب منه فعلا يعتذر لانه يعني مرحله فعلا كانت مرحله بالنسبه لي كانت يعني انا بعتبرها ان شاء الله ما تكون موجوده يعني في كل الاحوال طبعا هذا هو حال المعارضه ونتمنى انه يكون هنالك معارضه وطنيه صحيحه على الاقل يعني تحاول تسعى يعني تعمل على تقدم البلد وتطوره من خلال رؤية جديدة غير سائدة رؤية جديدة غير سائدة من خلال الاحتكاك مع الوطن من خلال ارتباطنا بالوطن من خلال يعني إحساسنا بأناته وآلامه في نفس الوقت المطالبة بحقوق المشروع لشعبنا واللي هي متمثلة وده هو ما ينقصنا يعني أعتقد فلنقفل هذه الملف لكن نأتي للملف الأخير واللي هو تناولناه بشكل أو بآخر ما هي مآلات هذه الحرب التي جارية في هذه المنطقة يعني إلى أين تذهب؟ والله يا أستاذ يوسف يعني يقولوا الهدف مجموع وسائل يعني aims accumulation of means يقول بوبر يعني الممارسة اليومية والحلقات أين تودي بك يجب أن تكون معلومة ويعني مشروعها السياسي وأهدافها الخبيثة كانت معروفة من تسعينيات القرن الماضي بأن هذا التنظيم حيبيد نفسه وحيلاحق شعبه كما اليوم في إثيوبيا كلها يعني بقى طريد للأسف الإنسان التجراوي البسيط الذي كان يعيش يعني عقاي زي ما يقول يعني مزارع ورجل كادح ويشتغل قيادة حتى ويان الأولى لمن انهزمت انزوت يعني زي الحروب العالمية الأولى والثانية واليابان وألمانيا خضعت عرفت بأن هي ليس بسبب أنه تقاوم وتمشي أكثر ويجب أن تخضع وتذعن بقوة الآخرين هذا الويانة غريبة يعني أبادت شعوبها أبادت في رومو أبادت في الصومال أبادت في أوغادين أبادت في بنشنغول أبادت في يعني تنظيم سياسي خطواته كانت تعلل بأن هو حيصل إلى نهاية مأساوية مشروع سياسي تصور نخبة كده كانوا يافعين ويانعين في 75 لمن كانوا في جامعة أدس أبابا ولا من طلعوا المنفستو بتاعهم واحد يقول أنا عدو بتاعي الأمحرو في منفستو أنا داير أشيل إريتريا وأعمل منها دولة يعني ما ممكن ما في فكر إنساني قومي بالذات والثقافي تحدد تحدياتك في الآخرين ما هي مشكلتكم يا وياني واحد يقول مشكلتي هي والله التنمية
مشكلتي التعليم، مشكلتي عدم مش عارف شنو، عندنا عدم وحده، عدم تماسك، دائما تعزوها لنفسك لتنطلق من داخلك انطلاقه نعم. سليمه. نعم. مجرد ما تقول انه عدوي هو الاخر، انت هو ده فائدته، ده مصلحته العدو. هم نعم. محددين عدوهم من يوماتها. انا كنت قبل يومين اتناقش مع واحد من الاخوه العفر، فاقول له يا اخي الجماعه يقول لي انه الجماعه ديل انه يعني هم عملوا لامحر، وقلت لهم هم والامحر اصلا حاجه، اول مشكله المقارنه اللي فيه كلها هي الاشكاليه بتاعت. وهذا كاتبه جون ماركاكس في كتابه جميل بصراحه، اثيوبيا لاست تو فرونتيرز. فيعني القوميتين دائما هم العاملين اشكاليه في القرن الافريقي كله. ديل خايفين من الامحر، في كتابهم يقولوا نحن عدونا اول الامحر، ولذلك 27 سنه تنميه ما فعل حاجه نهائيا في اغليم الامحر الا في مصنع بيره واحد في دانشي بيره تقريبا اسمه. اريتريا خسر اريتريا بهذه الطريقه وبهذا التقسيم. واحد يقول لك انا عايز بيتك ومرتك واولادك ودار اشيلك ودار اعمل منك دوله، يعني كيف عندك مشكله سياسيه؟ ما مشكله حدود يعني مطالب سياسيه. اول مره نسمع يعني واحد يقول لك والله انا انت انا يعني دار اشيلك انت ودار ابيك اخذك انت وانا اكون في بيتك يعني. ايوه. وهذه هي كانت متبقيه لهم العفر بس، إقليم العفر، والآن عملوا دماء وسالوا دماء وهجروا شعب العفري، وهذا اللي كان متبقي لهم من الشعوب لأنه يحادد ميناءهم الحلم في عصب، ولذلك كان يحاول يتودد لهم، والآن خسروا هذه الجماعة. فأين تذهب الجماعة ديل؟ الجماعة ديل ذاهبين يوسف إلى الفناء، ما تحتاج. الآن نحن شايفين طبعا الناس المساكين المعلقين مسيرهم وحياتهم، وحياتهم معلقة بوياني ويانا انزوت في اثيوبيا. نعم. خرجت من اديس ابابا، خرجوا طرداء من اديس ابابا، مشوا مكالي، مسكوا في مكالي، وطردوا من مكالي، ومشوا الجبال، والان مطاردين من 110 مليون اثيوبي، والنظام السياسي الاثيوبي وجميع القوميات كل يوم بيرسلوا جنود من اجل مساعده الجيش الفدرالي، وفي قاب قوسين او ادنى، والناس يقول لك لا لا والله هم ديل صعبين جدا وجايين، وديل حينتصروا وديل حيقلبوا وديل يعملوا مش عارف شنو. فالتقييم ده هو. نعم. يعني ما في معايير. ما قلت لك مشكله التنظير عندنا. انسان يفنى تشوفه انت ومن الف واصل الى واحد، وتقول لا والله هذا فيه وهذا حيحيا وهذا حينبعث من جديد وهذا حيكون غول القرن الافريقي السائل، يعني ف إشكالية المآلات السياسية. أنا بعتقد طبعا هم طارحين 8 تقريبا نقاط للحوار. نعم. وبلاس أور ماينس برضو مستعدين يعملوا كومبرمايز، والناس تقدر تقعد معاه وتزيل بعض الأشياء منها. والآن في وضع لا يحسدون عليه، سمعته طبعا قبل 3-4 يوم في زينة تيوب أمحري وبعض القنوات الأمحرية، بأنه تاركان وإي دي إف الجيش تحرير تيغراي كتب للحكومة الأثيوبية بيطلب حوار ومصالحة، وبرضو العالم برضو عايزينهم تستقر المنطقة، وهم كمان بسد التنمية وسد النهضة والكلام ده. بعتقد أنا حيدخلوا، لكن حيدخلوا مطعمين بقيادات وتنظيمات تجراوية، شباب موجودين في البلد مع النظام البلطجنة بتاعت الرفاه معاهم. فأعتقد ممكن يدير حوار، ولكن طبعا بعد ما تم إغلاقها للأسف، وأنا كنت كاتب بوست بهذا المعنى، قلت تجراي حترجع للستينيات القرن الماضي، من هنا قافلين عليهم السودان والخريطة الصغيرة ديك اللي تشبه سمكة، هي المرجعين الآن، ما عندهم لا راية ولا عندهم بادمي ولا عندهم شيء، فمحاصرين حصار ويعني واقتصاد هم ما عندهم، فهي يعني تدر عليهم دائما الخزينه بتاعت الدوله الاثيوبيه، والان طبعا بشروط كمان تبقى. فانا بعتقد المساله حتمشي لنهايه، وللاسف نهايه ماساويه لشعب تيغراي. يعني الذي يحب شعب تيغراي يبكي لما حاصل، لما حدثته هذه الحرب المجرمه عليهم. نحن علينا بكينا وعملنا الحمد لله رب العالمين، كسرناهم وجيشنا الباتل بكل فخر نقولها. وانتق يعني عيب انه ناوي انتقام وكذا، لكن رد بلده. نعم. ودرأ المخاطر على الأرض. نعم.
عادت بادمة وبقية الأراضي الإريتريه إلى أصحابها الشرعيين وإريتريه كاملة السيادة الحمد لله. وعاد الجيش الإريتري أيضا بعد إكمال واجبه بشكل ناجح وكامل، ولكن يعني في عجالة، ما هي الاستحقاقات الوطنية التي من المفترض تتخذ كإجراءات أولية من نظام في داخل أسمرة، وكذلك من قوى وشخصيات إريترية عندها وجهات نظر مغايرة لبعض السياسات التي تتبع في داخل إريتريا؟ كيف يمكن أن نستكشف آفاق أو نستشرف هذه الآفاق في خلال المرحلة الجاية؟ يعني أو ما المطلوب يا بالضبط؟ سلام، يعني لأن في استحقاقات وطنية المفروض الناس تعملها، يعني ده سؤال المليون تأكيدا. يا أستاذ يوسف، ده سؤال جميل جدا بصراحة. يعني هو الأنظمة هي استاتيكية، تعرف الاستاتيكا يعني توازن قوها. يعني كثار من الجنود ومن الجنرالات ومن الضباط ومن الوطنيين الإريتريين كانوا ممسكين بالجمر ويقولوا بلدنا لا تحتمل القلاقل في الوقت الحالي، بلدنا معرضة لتقسيم من وياني، وعلينا أن نتداعى حول النظام السياسي لحد ما ينتهي من هذه الحرب. ولعلك أنت في أوروبا وفي الجامعات وفي لما تشوف أولاد الشعبية، يعني كيف انه عندهم حماس يقول لك نحن ما عندنا خيار، هذه معركه اخلاقيه، بلدنا محتله، المجتمع الدولي اقر بانه هذا البلد بتاعكم هي، ونحن ما عندنا سبيل الا انه نجند ونعمل، ولا عايز يهرب يهرب. يعني نحن هذا طريق كومبلسري واحد هو. لا يمكن الان اريتريا لم تكن، انا اعتقد اول سلم للنماء والتنميه والتغيير في إريتريا هي نهاية هذا الحرب وارتداد بادمة إلى الوطن، إلى حضن الوطن. الآن دعاوي إنه البلد محتلة، نحن نتعرض لمخاطر، أنا مقتنع كنت، ما بقى موظف ثاني ولا جنرال ولا ما أدري إيش، أنا في الخارج مقتنع بأنه إريتريا معرضة لخطر كبير جدا جدا. وكتار لا يمكن هؤلاء الذين يرون أبنائهم يموتون في الصحاري وفي البحار والهروب والمعسكرات وهذا الآلام الموجودة وهذا السجون، ويغض النظر من أجل عدم زعزعة البلد في الوقت الحالي، الآن يصمتوا. ما في أي مبرر. لا يمكن تتزن القوة الآن على النظام الإريتري وتقول وتقدر تقول والله يا اخي المساله تقدر تستمر كما هي كانت عليه سابقا، وشيء هذه الحرب هي مبرر بقاء هذا النظام، كانت فادمه وياني استبقوا، ونحن كنا في منظمه لا من كنا نقول للويان نكتب لهم نقول يا اخي انه انتم انسحبوا من بادمه ويسقط النظام، على الاقل احنا فاكرينهم ما عايزين يسقط النظام طبعا يعني. ايوه، ولكن طبعا المساله اعمق من كده كانت. فالان انا بعتقد ان احنا في استحقاق الاصلاح السياسي والديمقراطي ومرحله جديده وانبلاج عصر جديد في اريتريا قادم ان شاء الله بنهايه هذا الحرب وارتداد الوياني البادمه الى بلده، بل واكثر من كده كمان دخول وياني حتى اللي كان هاجس عنده، لانه والله ممكن جيتها تشوه جماعته يمشي اسمره وممكن يساعدوا الناس، وممكن الآن كمان مع هذه الحروب اللي عاملينها مع الأمحر ومع الحفر ومع كذا ومع كل القوميات اللي متسلحة عليهم، أنا بعتقد الجماعة تذرروا. هذا يعني أيوة دستور، ده دستور يعني أحد أسباب يعني كبت الحريات في داخل إريتريا زال، على الأقل التهديد اللي كان من الجنوب أو من الوياني تقريبا يعني في نهاياته، يعني على حسب ما الناس بتتابع يعني. ايوه والله يا استاذ يوسف، بس المكان ده تعرف، نحن طبعا انا بعتقد طبعا انه اداره الحرب والمعاملات السياسيه واستغلال المساله بقهر الشعب لا يمكن تبريرها.
الناس ممكن كنت تعمل لهم برلمانات، تفتح انت حريه الصحافه، والناس تحببها بلدها، تموت من اجله، وماتت من اجله، مش من اجل اسياس ولا من نظام الارثري. يعني الناس ما يعرف اسياس ولا سامعين به، اي واحد جاي من قريته وشايل الكلاشن بتاعه كان يحارب يعني. فاداره اداره البلد وسوء المعامله الموجوده لا تبرر. ولكن الذي صمد قاعد اتكلم نحن، الذين عندهم رغبه التغيير السياسي في اريتريا دائما كانوا يعني بيفوت الامور، يقولوا نحن ما بسرد الان. وكثار منهم يقول لك يعني حتى الناس لما تقعد معهم تقول لهم انت كيف في الزمن هذا وفي الوعي ده وبسياستك وحكمتك توقف مع النظام، يقول لك يا اخي البلد معرضه لخطر بالمناسبه، انتم ما شايفين ولا شيء يعني. الان بعتقد انا الامور حتتغير يا استاذ يوسف، يعني حتى النظام شاخ اعتقد انا، يعني بقاءه حتى رب العالمين ما ييأس منها، لكن بعتقد انا الاراده الوطنيه الداخليه التي كانت تدمي وهي ترى كل هذا المآسي، اعتقد الان جاء دورها، وما في تغير من برا ولا معارضه ولا حاجه ثانيه. الذي يغير من 93 الى هذا اليوم الداخل الاريتري، بل القيادات في النظام نفسهم هم الذين يغيرون. ثلاثة ماي حبار على كل لحد ما توصل لناس حجاي، أعداء من الجبهة الشعبية هم الذين يغيرون، ولذلك هي بؤرة التغيير وموقع التغيير وقوة التغيير. الذين تم اكتشافهم سجنوا، والذين خارجون الآن حيغيروا. أما الخارجين ديل على الأقل نوقف مع بلدنا ونتموضع تموضع وطني على الأقل من الأمور، ونحاول نسهم في إثارة ومساعدة الناس الناشطة في الداخل. نعم. هذا البرنامج واحد منهم يعني. نعم والله أنا أتفق معك طبعا. يعني إدارة الحال أو الحرب مع الويانة ما كانت تنبغي أن تكون بالطريقة هذه، لكن مع تأكيد أن هنالك كان هنالك خطر فعلا من الويانة على إريتريا وعلى سيادة إريتريا وعلى وجود إريتريا. وطالما هنالك آمال في انه او يعني تقريبا الامور كلها انتهت بالنسبه للويانه، على حسب يعني ما عاد تشكل تهديد، انا على حسب اعتقادي بالنسبه لاريتريا، يتطلب ايضا يعني على الاقل من الاريتريين سواء كانوا في الداخل او في الخارج انه يهيئوا الارضيه لمصالحة وطنية، نسميها ما نسميها، تهيأ أرضية مناسبة بتاعت يعني مائدة بتاعت حوار نقاش. قد تستغرق وقت ما لا يهم، لأنه على حسب المعلومات اللي عندي يعني هنالك نقاشات تدور الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في أب جديد واللي هو اسمه كلوب هاوس. هنالك نقاشات جادة تجري بين شباب إرتيين معارضين ومؤيدين للنظام، وبشكل هادي، والناس بيتحدد فيه اختلافاتها وايضا اتفاقات يعني ما تتفق عليه. فبالتالي انه تهيئه الارضيه مناسبه جدا في الوقت الحالي، لانه الفرز حصل. يعني لو عندك اخر كلمه عايز تقولها حول هذا الموضوع. والله يا استاذ يوسف شكرا جزيلا. اول حاجه الارهاب الفكري، وانه واحد عنده عامل فيها بانه هو صاحب الامور عشان يقول للناس ما تسووا يعني، او هذه الاساءات اللي نشوفها بعض الاحيان في المواقع، هذا جميلين جدا جدا. حتى مع النظام، مع النظام جاي من السمع على ما اخواننا واخواتنا واهلنا هم يعني في النهايه نعم. مختلفين معاهم على اساس سياسي من اجل وطن افضل، هم شايفين الحال اللي عليه هم افضل من ان احنا قاعدين فيها. وانا كنت قلت لك قبل شويه يعني انه يعني كثير من المعارضه الارثريه موقفها أسوأ من النظام السياسي الارثري في الحرب يعني. ولذلك انه جميل جدا جدا الناس تجلس مع بعض تتداعم مع بعض مساله المشحون هذا بانه النظام ده كيف يا اخي، وتجلس مع النظام كيف، وتتكلم مع النظام كيف، وده اعضاءه كيف تعمل معاهم. هؤلاء يجب ان نرتفع منهم اخلاقيا وبوعي وباخلاق بانه لا يمثلون شيئا، يمثلون عواطف، اسقاطات داخليه عايز قطع عليك انت، ويمارس عليك ارهاب انه انت والله من الهجدف وانت تشبه لي هجدف والكلام ده. ولذلك الانسان اي واحد عنده قناعته، هذا الدنيا اذا عايز تمشي اساسا فرق تمشي، اذا عايز تبقى نائبه تمشي، اذا تبقى عميله تمشي، اذا عايز تعارض تمشي، ده بخيارك بالدنيا. اي واحد يعمل ما شاء. هذا كلام جميل جدا جدا. هذا تباشير جميله بصراحه، انه شباب من المعارضه وشباب من المؤيدين نجلس مع بعض فيما
كيف ينبغي أن تكون إريتريا، ويجب كيف أن نعيش في بلدنا. هذه الحوارات دائما هي اللي تبني بلاد. هذا القذف والرفض والتخوين والكلام ده ما ينفع. وآخر كلمة أقولها للذين يعتقدون بأن ويان انتهت، والذين يرون بأن مصيرهم مع وياني، حتى الآن الناس عندها خط رجعة. ويانا عدو لإريتريا، ما عدو أسيار، ويانا عدو، والكلام ده مفهوم بالنسبة لهم. الناس ما تحاول تقارن بين الوطن وبين النظام السياسي الإريتري، الذي حتى الآن بيعتقد بأنه موقفه كان سليم من الحرب دي، يجب أن يتراجع. والمراجعة عمرها هو تفكير عقلي، هو يتراجع الإنسان، يعتقد بأنه هذا المسار أحسن من المسار ده، ويجب أن يكون في الموقف السليم عارض النظام السياسي في إريتريا. أفاعيله، سياساته، قهره، ظلمه، سجنه، تشريده، قمعه، عدم حريات، عدم يعني بلد ما ممكن تعيش فيها. تعال عارض من أجل أن تجعل إريتريا زي ما ماتوا فيها أخواننا وأهالينا، من أجل أن تكون إريتريا أفضل بلد في الدنيا. الآن نحن ما تبقى اليسير اليسير في أنه نغير نظام سياسي ونكون وننطلق لمرحلة جديدة. أشكرك جزيل الشكر حبيبنا أستاذنا العزيز صلاح براي، وأتمنى لك التوفيق والسداد في كل جهودك. يعني الواحد بيتابعك كتير جدا، ونفتخر كتير جدا نحن كوطنيين أيضا بك كإريتريين. وأكيد ستكون لنا حلقات وحلقات معك، وكلامك الشيق والحديث معك لا ينتهي حقيقة، ولكن زمن البرنامج انتهى. وأشكرك، وكذلك أشكر كل المتابعين الذين يتابعون هذه الحلقة وفي الداخل إريتريا وخارجها. وأتمنى لكم كل عام، أقول أيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأترك لك المجال أيضا تعيد على. شكرا شعب. شكرا حبيبي يوسف بوليسي، مواقفنا واضحة وواحدة، وهذا المنبر أحد المنابر الذي دائما نطل من خلالها على شعبنا، وعلى نقول كلمة على الأقل ما نراها صحيحة وسليمة. في سنو أنا أشكرك وفخورين بك جدا برضو يوسف. نحن هذه الحرب عرفتنا على شباب نيرة وواعية ووطنية، لا تفرط في بلد ولا في لحمة وطنية ولا في وحدة بلدها. نحن برضو فخورين بك يا أستاذ يوسف بوليسي، وأشكرك وأشكر القناة وجميع المشاهدين والمشاهدات الأكرام. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.